بسم الله والحمد لله. ربنا ثبتنا على التوحيد واجعلنا من خير من اتبع حبك الأول محمد عليه الصلاة والسلام، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالعكس انطوت فريتي سادي سان aucune notion de modifier n'importe quoi sur ce qui a été c'est-à-dire été entre les deux frères, un maudit et un comment dirais-je béni. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. قدر النبي عليه الصلاة والسلام توجه له الحق سبحانه وتعالى بأن يذكر الغافلين عن هذا التاريخ اللي هو في بدايته كان سنة للقتل بدون موجب بدون وجه حق، وذاك علاش الكرب عندهم حتى بما بينهم الحرب الداخلية لحد الآن. بنو صهيون يعتمدوا على هذه حقيقة الكربية، ما اسمعنا يفوتوا في بعض أسلحة قصد خبيث تقع بيد بعض الفلسطينيين العرب الكرب ويتقاتلوا، وبرعت القائمة متاع المقتولين في ارتفاع لأن مكيدة بني صهيون قدروها سوم شيء يجيب لهم من عدد قتلى يرتاحون من الكرب. نسأل الله الرب أن يسلط عليهم عقابه أو يهدي بعضهم. أمين يا سيدنا يا سميع يا عليم، والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيلا.